قول لي ايه الاسباب من وجهه نظرك للارتفاع الاسعار؟ نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه الى ما لا نهايه الدوله. ناخدها على سبيل المثال مثلا السكر. فجاه اختفى السكر فجاه، ما كانوش عارفين اصلا ان الشعب بيستهلك سكر. لا، هي تعليمات من جهات عليا قوي قوي قوي، طبعا مش رئيس الجمهوريه، لان رئيس الجمهوريه اخر واحد بيدي تعليمات في الحاجات اللي زي دي. التعليمات اللي هي اللي بتبدا من رئيس الوزراء في اللي تحت. تعليمات بايقاف انتاج السكر في مصانع السكر المصريه. اوقف الانتاج في الوقت الحالي. علشان البهوات الكبار اللي بيستوردوا من بره يعمل السعر اللي هو عايزه بالطريقه اللي هو عايزها وبالكميات اللي هو بيحددها. هو كحكومه هيستفيد ايه؟ هو كحكومه كده هيستفيد ايه؟ مش في رشاوى بتدفع؟ يعني جمال مبارك لما كان بيدي التعليمات هو علاء مبارك زمان بايقاف انتاج مصانع البنجر ونجا حمادي بتاعت السكر والكلام من ده، عشان هو اللي كان بيستورد مش باسمه طبعا، باسامي الناس اللي تحتي استورده، اوقف ارفع السعر. كيلو السكر كان اول ما مسك او اول ما بدا يظهر نجم علاء مبارك وجمال مبارك كيلو السكر كان ب 40 قرش، فجاه لقيناه ب 2 جنيه. يقول لك سعر السوق العالمي كده. طب نيجي ارجع للسعر السوق العالمي، انا كنت في السعوديه فتره طويله جدا، على مدار 15 سنه انا اشتغلت فيها في الرياض، سعر كيلو السكر لم يرتفع هلله واحده. اشمعنى عندهم هما بيرتفعش وبيجي بيرتفع عندنا احنا، برغم ان هما بيعتمدوا على الاستيراد الكلي، لا ينتجوا حبايه سكر واحده يعني بيستوردوه. ما ارتفعش ليه في السوق العالميه ويجي على السعوديه يرتفع وبيرتفع عندنا في مصر؟ ده سيستم معمول من ايام حسني مبارك، من قبل منه كان محمد انور السادات. محمد انور السادات بعد سنه 75 بدا العمليه تنحدر وبدا يرفع الاسعار بصوره غير طبيعيه، ودي اللي حصلت اللي سماها انتفاضه الحراميه، ولم تكن انتفاضه حراميه بالمره، هي كانت انتفاضه شعبيه بتقول له اتلم وقف عند حدك. فده انا بضرب لك مثل السكر، انت على اي اساس وقف وبقى مش موجود في السوق؟ على اي اساس؟ شركات البنجر والانتاج البنجر والقصب السكر والحاجات دي كلها موجوده، هي هي ما بتنزلها ليش السوق. نمره واحد. تعالى بقى للرز، نفس الحكايه. اللي انا دلوقتي كنت بستورد السكر، انا الرز بصدره المفروض، لكن انا عندي ليه موجود دلوقتي عندي كميات هائله وانواع مختلفه كتير جدا من الرز في السوق، من الهند ومن باكستان ومن سريلانكا واوا والحتت دي كلها، الحتت دي كلها بتورد لي باسعار لا تتخيلها، متدنيه جدا، تيجي هنا عاليه علشان يقارنها بالسعر المصري. طب تعالى بقى، انت بتصدر لي انهي رز اللي بتصدره؟ المفروض ممنوع منعا باتا تصدير الرز، صحيح. انت بتصدر كسر الرز. لا، اللي بيحصل العكس. هما بيصدروا الرز الصحيح على انه كسر رز وينزل لك انت كسر الرز هنا. هات لي اي شركه دلوقتي بتعبي الرز واستحاله مش هتلاقي فيها نسبه 40% كسر.